صراحة الدرونز هلا عم يعملوا انفيجن، يعني صاروا بال سو ماني تكنولوجيز عم يعملوا ديسربشن وين ما كان. اكثر استخدام حاليا اليوم اولموست انترناشونالي اللي هو الميديا، يعني بيكوز اولموست ايفريبادي الدرون بتطير عندها جود بوينت اوف فيو بتصور، سو الميديا اكثر شيء عم يستعملوها. اندستريلي عم نشوفها كثير بالانسبكشن، يعني اذا بدنا نعمل انسبكشن مثلا لعواميد الكهرباء او للجسور او للحلا ستراكشر اللي هي عاليه او ما بدنا نبعث انسان فور انستنس، يعني نو ريسك، وي دونت وانت تو ريسك هيومن، نبعث روبوت واللي هو طبعا كرمال المخاطر. مزبوط، سو بنوفر هيدي الشغله. سو من ناحيه الانسبكشن عم بيعملوا كثير ديسربشن، يعني عندنا كل المجالات من ناحيه مثل ما قلنا any structure you can think of، حي لما مبنى عالي you have to inspect it you will send a drone. The other section يكون هو المساحة الجوية. سابقا كنا نستعمل satellite، بس satellite ما بتعرف إذا بتطلع على جوجل ماب you barely can see، عندك meter resolution you cannot see details you cannot use it. فالدرون هلا عم تبع عم تجيب هيدا resolution ل 1 سنتيمتر حتى مليمتر إذا بدنا. So يعني في عالي الدقة. So you're converting maps from meters to centimeters. كمان عنا drones for deliveries obviously. So طبعا هاي ترند جديدة، هاي دي جديدة، هاي بعد ما عنا إياها استعمال كامل، بس التكنولوجي is proven. So as a drone فينا نعملها، it's there، بس ما عنا الانفراستراكشر بالمدن حاليا. يعني مثلا نقول نحن هلا بطابل 42 بدنا نطلب بيتزا، وين بدها تغطي الدرون؟ سو ما يعني ما في انفراستراكشر، بس تكنولوجي از ريدي. سو اكيد مع الايام اكيد حيتغير الوضع. طب شو هي ابرز القطاعات اللي بتتم من خلال استخدام درونز غير الاعلام؟ قلت اللي هي مثل انسبكشن اكثر شيء، والجي اي اس اللي جيوغرافيكال انفورميشن سيستم اللي هي لها علاقه بالتخطيط والمساحه وال يعني شرك الكونستراكشن كومباني او طريق المواصلات، او كلهم بدهم يعملوا مابس. يعني they replace the surveyors، يعني قديمه كنا يا اما نستعمل ساتلايت او منجيب مساحه اراضي يحط بوينتس ويعملوا ميجرمنتس، اللي هي تايم كونسيومينج بده وقت كثير. بس درون هلا بتاخذ، يعني المشروع اللي كان بده مثلا شهر فينا نعمله بنهار بالدرون. So there's a cost effective. ايه سهلت الامور، بتساعد الايكونومي. طب كيف برايك يمكن هيدي التقنيه الحديثه اللي بتوفرها طائرات الدرونز تحديدا تخدم نحو المدن الذكيه، وسبيشلي هون بمدينه دبي؟ كمان so many applications فيهم يساعدوا. The smallest thing يعني اول شيء المواصلات، يعني فينا نستعمل درونز نعمل مراقبه للطريق. يعني لنقول في حادث او we need to do traffic management. You know, the drone can monitor and can decide what to divert traffic. You know, so we know there's an accident here. The drones can see immediately how the road. If you're about, for example, if we're in Dubai on RTA, you know, we have E55 open, divert traffic. So this is one thing. In the construction industry, command and drone is not just about نخد صور. الصور هودي can be converted to 3D models. 3D model اللي هن digitized map اللي هي digital twin. يعني تعطينا الحقيقة اللي هي على الأرض بس on a computer. So this digitization help us make decision faster، نعرف شو بدنا نعمل، كيف بدنا نشتغل، كيف catch mistakes early قبل ما نوصل لمرحلة finalization. RTA أصلاً هي متجددة دائماً باستعمال كل التقنيات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية. طب حدثنا أكثر أو حكينا عن شركة فالكون بشكل عام، شو بتعملوا وبالطائرات الدرونز أي قطاعات أكثر شيء بتخدمه؟ أوكي. نحن الفوكس أنا بالشركة أكثر على الاندستريال سايد اللي هو الانسبكشن والتخطيط الجوي. So this is how the two vertical أكثر شيء الفوكس عليهم. يعني الكاستمرز عندنا هون almost كلهم government، يعني بنشتغل مع شركة الكهرباء، بنشتغل مع شركة البلديات اللي هن عندهم على طول تخطيط وأعمار، بنشتغل مع كم وزارة كمان اللي هن داري، لأنه جي اي اس كمان هي a new sector اللي هو smart mapping. So في كتير حكومات ما كان عندهم اياها، obviously in the last 5 years عم بفوتوا هيدا التكنولوجي يعني على السيستم تبعونه، with drones is a huge boost for it. So يعني الاندستري is booming which سمحتنا نحن نكبر كشركة كمان in the last 5 years. So الفوكس أكتر شيء على هودي القطاعين. We don't do a lot of media بس we would if you need it we'll do it. So هذا Yeah, I mean, we have future plans. Obviously, you know, if we have time, we can discuss about what we're planning to do in the أكيد. future. طب شو هي أكتر الخدمات اللي بتتطلبها طائرات بدون طيار بدولة الإمارات تحديداً وبمدينة دبي أكتر تحديداً؟ Okay. I
think أكتر شيء أكتر طلبين إذا عم نشوف أكتر موافقات عم تطلع هي للتصوير الجوي لأنه عنا عطول events عنا عطول something going on you know how many movies عم يجوا يتصوروا بدبي وبالإمارات وبأبوظبي so في كتير طلب للتصوير الجوي اللي هو you know أكتر entertainment أو media أو events yes أو حفلات